بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة عايزين نتكلم على ازاي نخلي السنيك يتحرك باستخدام الكيبورد. الحقيقة موضوع الكيبورد لما اليوزر، عايزين نحكي قصته الاول. لما اليوزر بيدوس اي زرار من على زراير الكيبورد، وليكن زرار A او زرار اسهم اللي هي اللي بيسموها الاسهم هنا الارو كيز، فالشفرة بتاعت الحرف نفسه بتدخل في مكان كده، المكان دوت اسمه البفر، وبتفضل متخزنة في البفر الشفرة بتاعت الحرف. كل حرف اليوزر بيكتبه من على الكيبورد بتدخل في البفر ده. طيب انا بقى في البرنامج باستخدام الجرافيكس لايبرري اللي هي الوين بي جي اي ام، ازاي اعرف ان الكيبورد او ان البفر ده فيه حروف ولا لا؟ قال ان في فانكشن اسمها كي بي هيت. كي بي هيت دي فانكشن جاهزه بتتشيك هل تم الضغط على زرار الكيبورد ولا لا، واذا تم الضغط يعني البفر فيه حروف، اقدر ان انا اجيب الحرف ده عن طريق فانكشن اسمها جيتش. جيتش دي بتجيب الحرف من الايه، من البفر. طيب وفي حاله حروف الارو كيز اللي هو الليفت والاب، الليفت والرايت، قالك في حاله حروف الارو كيز بيتم قراءه حرفين، الحرف الاولاني هو حرف الصفر والحرف الثاني هو حرف الارو كي. الارو كي ده في حاله الايه، الحروف. لذلك لازم اشغل الفانكشن جيتش مرتين، اشغل فانكشن جيتش ايه مرتين. مرة الاولى اتشيك ان تم الضغط على حرف الارب ان رجع لي الكود صفر، والمرة التانية اجيب كود الحرف نفسه. طيب الكلام دوت برضو ازاي ادخله في الكود بتاعي؟ اول شيء انا عندي فانكشن المين، هروح لاخر صفحة هنا وابدأ في صفحة جديدة. اول شيء الفانكشن بتاعت المين، انا كنت بكتب انت مين وبفتح قوس هنا اهو، بعد كده هو كنت بشتغل انت ويندو و 630 في 630، بعد كده كنا بنستدعي فانكشن انت سنيك اللي هي تستارت السنيك، بعد كده كنا بنرسم البورد درو بورد، بعد ما بنرسم البورد كنا بنحط الجيم جيم تايمر، وكنا بنانيشالايز الجيم تايمر بزيرو، بعد كده كنا بندخل في لوب وايل 1. اللوب دي في كل مره بتزود الجيم تايمر بواحد، كل مره بتزود الجيم تايمر بواحد، ومش بتحرك السنيك، يعني بتقول له جيم تايمر بلس بلس، بتقول له لو الجيم تايمر ريميندر وليكن 500 او حسب ما نزودها، في الحالة ديت هيموف سنيك، هيحرك الايه التعبان. طيب فين الكيبورد بقى؟ نضعها فين؟ نضعها في الجزء دوت، في كل لفة من اللفات هتشيك ان حصل كي تشيك تشيك كي انبوت ان حصل ضغط على الكيبورد. الفانكشن ديت هنعملها فوق قبل داله، قبل الفانكشن بتاعت المين اللي هي void تشيك كي انبوت. تشيك كي انبوت دي يعني معناها اشوف اذا كان حرف من حروف الكيبورد تم الضغط عليه ولا لا، واجيب الايه الحرف دوت. فبقول له أول حاجة كاركتر سي اتش، أقول له اف كي بي هيت، لو كان تم الضغط على زرار الكيبورد في الحالة ديت هقرأ الحرف، أقول له سي اتش بتساوي جيتش، اقرأ لي الايه الحرف. طب وبعد ما تقرأ الحرف، لو الحرف ده كان بيساوي صفر، لو الكي ده كان بيساوي صفر، يبقى معنى كده ان انا ايه، ان انا هحرك او تم الضغط، معناها تم الضغط على الاسهم.
فهقول له اقرأ الحرف اللي عليه الدور مرة تانية، جيتش مرة تانية، لأن بقرأ حرفين، حرف الزيرو وحرف السهم نفسه. وبعد كده بقول له ايه، بستدعي فانكشن اسمها تشينج سنيك دايركشن، غير لي بقى الاتجاه بتاع الايه، بتاع السنيك، واقفل الفانكشن بتاعتي دي كده اهو. طيب برضو لن يكتمل فهم هذا الكود الا لما اشوف تشينج سنيك دايركشن شغاله ازاي. فويد تشينج سنيك دايركشن، وتشينج سنيك دايركشن دي بتاخد الحرف اللي تم الضغط عليه كاركتر سي اتش، لان بين القوسين هنا، بين القوسين وانا بستدعي الفانكشن، بين القوسين بديله السي اتش علشان يشتغل عليه. طيب السي اتش ده بقى احتمال يكون ايه، حرف الاب او الداون او الى اخره، فهقول له سويتش السي اتش ده، اختبر او تشيك الحرف اللي جاي. كيس انه كان كي اب، يبقى في الحالة دي الثعبان لازم يغير حركته، تمام، لازم يقول له سنيك دايركشن تساوي اب وبريك. بنفس الطريقة هكرر بقى كيس كي داون، يبقى السنيك دايركشن تساوي داون وبريك. كيس كي ليفت كيس كي رايت، تمام، و هيبقى نفس الكود بقى. طيب تعالوا نشرح تاني بقى ايه اللي حصل. اول حاجة في كل لفة من اللوب بيروح يتشيك الجيم تايمر، يحرك التعبان، يزود الجيم تايمر بواحد، يشوف الانبوت لو كان في زرار من الكيبورد تم الضغط عليه، يشوف اذا كان هو ارو كي ولا لا، اذا كان هو حرف من حروف الاسهم ولا لا. فاذا كان ارو كي يغير اتجاه التعبان علشان لما يستدعي الفانكشن بتاعت موف السنيك احنا كنا كاتبينها ورا، موف السنيك هنا بتعمل ايه، ادي موف السنيك، بتتشيك السنيك دايركشن، تتشيك الاتجاه بتاعه، لو كان ليفت يحركه ليفت ورايت واب وداون وهكذا. هنشوف مع بعض بقى في الفيديو القادم الجزء العملي ده ازاي نطبقه ونحرك التعبان باستخدام الاسهم. شكرا والى اللقاء.